السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على لايك عشان يوصل لكم الجديد. والآن نوفيكم بأسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 16/9/2022 ونبدأ. بلغ سعر جرام الذهب عيار 24268.5 بيع وشراء 1272، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21113 جنيه شراء و 1110 جنيه بيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18954 جنيه شراء وسجل 951.5 بيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14742 جنيه شراء وسجل سعر جرام الذهب 740 جنيه للبيع. وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، سجل الجنيه الذهبي في محلات الصاغة 8904 جنيهات، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 16/9/2022. لا تنسوا الإشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعدم الله برايك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والبيع هو أن تبيع للبنك والشراء هو أن تشتري من البنك.